وللحديث أكثر ينضم معنا من الرياض المهندس سلطان المطرفي رئيس قطاع خدمات المشتركين. مساء الخير مهندس سلطان. أبدأ معك مهندس سلطان، يعني هل لكم أن تشرحوا للمشاهد بالتفصيل ما هو هذا البرنامج، برنامج تيسير؟ تفضل. مساء النور أخوي إسماعيل، حياك الله. مساء الخير على جميع المشاهدين. برنامج تيسير يهدف لتسهيل عملية تسديد الفواتير الخاصة بأشهر الصيف خصوصا يوليو وأغسطس وسبتمبر، وهو معني بالمشتركين السكنيين الذين تتراوح فواتيرهم خلال شهر يوليو عام 2018 بين 300 ريال إلى 3000 ريال. يأخذ بالاعتبار حساب متوسط الاستهلاك الخاص بالمشتركين خلال 12 شهر السابقة لشهر يوليو، وبناء عليها يتم تحديد مبلغ تيسير المطلوب من المشترك. نعم تفضل. تفضل مهندس سلطان. وفي نهاية 6 أشهر في يعني من شهر يوليو إلى شهر ديسمبر، في نهاية شهر ديسمبر يتم عمل تسوية مالية بين الشركة والمشترك، فإذا ظهرت التسوية أن هناك مبالغ للمشتركين يتم صرفها، وإذا كان هناك مبالغ للشركة يتم المطالبة بدفعها ويمكن تخفيضها أيضا. نعم، طيب ماذا عن إدخال المشتركين يعني تلقائيا في هذا البرنامج؟ الحقيقة هو خيار متاح للمشتركين، تم إدخالهم تلقائيا، وفي حال أنه وجد المشترك أنه لا يفضل هذا البرنامج فلديه الأحقية ولا يترتب عليه أي التزامات أخرى بأنه يقوم بإلغاء الاشتراك، فتعود الفاتورة حقته الفاتورة العادية، ويمكن أن يلغي الاشتراك من خلال موقع الشركة، من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على مركز الاتصال، أو بإرسال رسالة نصية على الرقم 520. أنت تحدثت عن مسألة التسوية نهاية العام، ولكن هناك تخوف من قبل البعض مهندس سلطان. الحقيقة متوسط الاستهلاك أخذ متوسط الاستهلاك العام الماضي، فمن الطبيعي أنه يكون الاستهلاك في الصيف هو أعلى من الاستهلاك على مدار السنة، ولكن يوجد لهذه القاعدة بعض الحالات التي لا ينطبق عليها ذلك، حيث أنه محتمل أن يكون المشترك خلال أشهر الصيف في إجازة مثلا خارج المملكة فلا يسجل استهلاك. فهذه هذه الفئة من المشتركين إذا وجدوا أن البرنامج لا يتناسب معهم فممكنهم إلغاء الاشتراك والتعامل بالفاتورة العادية. يعني ليس هناك أي التزامات مالية عند الاستمرار أو الخروج من برنامج تيسير؟ أبدا ليس هناك أي التزامات مالية، البرنامج هذا صنع ليسهل على المشتركين. طب أريد أن أفهم يعني ما الفرق بين هذا البرنامج، برنامج تيسير، والفاتورة الثابتة؟ الحقيقة برنامج تيسير هو برنامج لمدة 6 أشهر، وزي ما ذكرت سابقا بأنه معني بفئة القطاع السكني من 300 ريال إلى 3000 ريال اللي تكون فواتيرهم. نعم، والفاتورة الثابتة؟ أما الفاتورة الثابتة فهو برنامج متاح لجميع المشتركين، يمكنهم الاشتراك فيه، ومدة البرنامج سنة كاملة، وتكون ويحسب أيضا بناء على متوسط الاستهلاك، وتتم التسوية في نهاية العام. طب المديونيات المتراكمة يعني كيف سيكون تقسيطها؟ يعني هل لها رقم محدد مثلا لديه مثلا 10000 ريال؟ كيف من الممكن؟ بالنسبة للمديونية والقطاع السكني، وحيث أن من المتوقع أن تكون فواتير الصيف هي أعلى من فواتير بقية العام وللتخفيف عليهم، فقد تم يعني قرار تأجيل المديونية قبل شهر يوليو، يمكن للمشترك أن يؤجلها إلى شهر نوفمبر، ومن ثم يتم تقسيطها على 6 أقساط متساوية ابتداء من شهر نوفمبر إلى شهر مارس. طب الذي لديهم شكاوى مهندس سلطان، عذر عن الإطالة، الذي لديهم شكاوى هل من الممكن أن يرفع شكوى على طول على نفس البرنامج، برنامج تيسير؟ أم هناك نحن نتلقى الشكاوى عبر جميع قنواتنا المفتوحة للمشتركين، وإذا سواء كانت على برنامج تيسير أو أي موضوع آخر، ونرحب بجميع الشكاوى والاعتراضات ونعمل جاهدين على حلها والوصول إلى رضا المشتركين. أيوة، لأنه البعض مهندس سلطان، البعض كان مسافر مثلا برا المملكة، أو ما كان موجود أصلا في المدينة، مثلا مدينة الرياض وهو موجود في جدة، والفاتورة كانت مرتفعة جدا رغم أنها ليست شغالة مثلا في البيت أو في الشقة إلا ثلاجة. البعض تحدث وهناك ارتفاع. نواجه بعض الشكاوى من هذا النوع،
ولكن نؤكد أن على المشترك أن يتأكد من فترة الاستهلاك للفاتورة الصادرة، وهذه الفترة مبينة بالفاتورة، وإذا كان هناك أي خطأ من الشركة فإحنا على استعداد تام بتعديل الخطأ وعمل التسوية المالية إذا استلزم ذلك. شكرا.